حرفيا معانا الأستاذ مجدي مرشد القائم الدكتور مجدي مرشد القائم بأعمال رئيس حزب المؤتمر. دكتور مجدي، أهلا بحضرتك بعد التحية. كيف يعني تابعت هذا التغيير الوزاري؟ هو الحقيقه طبعا هو التغيير الوزاري ده كان تغيير مرتقب من فتره طويله، تابعوا او بيتابعوا كل المصريين وكان لهم امال كبيره جدا في التغيير الوزاري. التغيير الوزاري الحقيقه 13 حقيبه اللي تم تغيير الوزراء فيها اشارات، لازم نقول انه في اشارات ايجابيه. يعني التعليم والصحه كان مطلب لمعظم المواطنين ومعظم الناس، وفيها أولويات وفيها أمور كثيرة يجب حلها. وأعتقد إن الاختيار سواء بالنسبة لوزير الصحة الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار أو لوزير التعليم الدكتور رضا حجازي، فأعتقد إن الملفين في إيديهم بقالهم فترة طويلة، وأعتقد إنه حل المشاكل والعقبات والأزمات سهل بالنسبة لهم باعتبار إن بقالهم فترة بيتولوا العمل في الملفين دول. في ملفات في حاجات الحقيقه ملحه يمكن بيطلبها الشارع وبيطلبها المواطن بالنسبه للتعليم والامور اللي ما كانتش واضحه، او كان في لبس في المنظومه التعليميه في الفتره الاخيره، اعتقد انه يتم جلاؤه ووضوحه للناس وترسيخ المنظومه التعليميه واضحه في المعالم بالنسبه للناس، ودي مهمه على السيد وزير التعليم الجديد، اعتقد انه ان شاء الله يقوم بيها على اكمل وجه. الصحه كمان، التامين الصحي الشامل اولويه مهمه جدا، الريف والنهوض بالصحه في الريف اولويه مهمه جدا. اعتقد ان وزير الصحه الجديد او الاستاذ الدكتور خالد ابو عطار هو قريب جدا من هذه المشاكل وقادر على حلها باذن الله. هل كانت الظاهره كل الحقائب ال13 حقيبة متوقع تغييرهم؟ يعني في حقائب ما بتمسش الشارع كتير وفي وما بتمسش المواطن كتير، وبالتالي ما بيبقاش في انتظار او ترقب لتغييرها من عدم. لكن طبعا مش كل ال 13 حقيبه كان منتظر تغييرها او يعني متوقع تغييرها. وفي حقائب طبعا بالتاكيد كان منتظر تغييرها، يعني احنا بنتكلم على ان حقيبه الري برضه تغييرها في هذه الفتره مهمه عشان مشاكل الري ومشاكل سد النهضه والامور دي كلها، اعتقد محتاجه ضخ دم جديد. الهجرة على قد ما الوزيرة السابقة قدمت عطاء جيد جدا، لكن طبعا ظروفها في الفترة دي بتقول انه لازم يبقى في دم جديد. الآثار والسياحة الحقيقة الوزير خالد عدنان السابق قدم أداء جيد جدا، لكن حقيقي برضه ضخ دماء جديدة وتغيير دي سنة الحياة ومطلوبة يمكن لتغيير الأداء، تغيير الإيقاع. الظاهرة الإيجابية الثانية اللي عايز اقولها واللي يمكن سمعتها من شويه كده وحضرتك في البرنامج، وهي انه وجود النائب من البرلمان يتولى حقيبه مهمه جدا وهي حقيبه الصناعه والتجاره الخارجيه. الزميل اللي زاملته 5 سنين في البرلمان السابق الزميل العزيز مهندس احمد سمير، فهي الحقيقه رساله ذات شقين. وزير شاب في سنه صغير لسه بمقتبل العمر، وايضا وزير سياسي. والحقيقه احنا بنطالب وبنتكلم على باعتباري ممثل لحزب سياسي، بنطالب وبنقول انه لابد من العوده والرجوع الى الوزراء السياسيين تدريجيا، لان دي الوزير هو في المقام الاول والاخير عمل سياسي. وبنقول للبشمهندس احمد سمير وزير الصناعه الجديد مهمه ثقيله وان شاء الله ربنا يوفقك، لكن تضع في اعتبارك انك بتمثل جيل بحاله وبتمثل سياسيين اي ناحيه مهنيه بحالها، نعم. فده عبء كبير عليك، عشان التجربه نجحت هيكون ده بدايه دخول كثير جدا من الشباب وكثير جدا من السياسيين. نعم. اذا لا قدر الله هيبقى العكس، فده عبء عليه، واتمنى واعتقد ان شاء الله انه هيقدر يحققه. انا بشكر. نعم اتفضل يا فندم، اتفضل. لا عايز اقول انه التغيير كان منتظر من فتره طويله، يمكن كان في وزارات خدميه كتير الناس عايزه تغيير فيها او الناس بتطالب بتغيير فيها، لكن انا شايف انه التغيير ب 13 حقيبه كافي في هذه المرحله، ونتمنى للجدد كلهم التوفيق باذن الله تعالى في ان شاء الله. تكمله مسيره من سبقهم. بشكر حضرتك دكتور مجدي مرشد القائم باعمال رئيس حزب المؤتمر، شكرا لوجود حضرتك معنا.